بلبل بقى حقك عليا يا اخي ياب، ما تكبرش الموضوع مش كده. طب حط نفسك مكاني، الواحد نازل الشارع دماغه فايره، الاقيك ماسك في ابويا هعمل ايه؟ وانت عارف اخوك عصبي في الفاضيه وفي المليانه، وانا فيا اللي مكفيني يا صلاح، وبصراحه كده مش حمل غباوتك، وبصراحه ومن الاخر يعني ما كنتش مستنيها منك انت بالذات. طب خلاص حقك عليا، قلت لك غلطه ومش هتتكرر. يا ساتر اهي وادي راسك كمان يا جدع. خلاص ده انا بحبك وربنا بحبك. ما خلاص يا بلبل، بقى له ساعه عمال بيراضي فيك. بعدين ما انت عارف صلاح كل شويه بمصيبه ومشكله، بس قلبه طيب وحلو. ماشي كلامك يا ابوخه، خلاص غلطه وعدت. قول لي بقى عملت ايه مع فودة؟ اسكت، دي كانت واقعه طين. اول ما طلعت التليفون عشان اقفله ببص لقيت وشه زي ظهره، وكنت هار لحتى الراجل يتصل على التليفون ويلاقيه مفتوح وتبقى لوصه. يا نهارك ازرق، ده شندي لو كان اتصل ولقى التليفون مفتوح كنا هنتخزق كلنا. بس انا ما سكتش، اخوك يعجبك، رحت مدشدش امه اهو. يخرب بيت دماغك، كسرت التليفون؟ ده انت اخرك صول مش امين. كسرت انت هتعمل ابن اخت راديو طلعت، ما انت مش هتعرف تقفله انت كمان. طب قول لي رسمت عليه الدور صح؟ عيب عليك، صح الصح. يعني هيرجعك؟ يرجع مين يابا؟ ده ما يعرف الملعوب اللي احنا عملناه فيه هيعلقني من كعوبي. طب عليا الحرام لو عمل حاجه بس كده هدغدغها فوق امه وندفع. والله زي ما بقول لك. بس يا صلاح اهدى، مش ناقصين مشاكل، ما تقلقش مش هيحصل. ما قلقش ازاي بس يا بوخه؟ ما هو الراجل ده الوحيد اللي كان ممكن يرجعني زي الاول. ما هو برضه اللي هيرجعك. ازاي؟ مالكش دعوه بقى، مش عايز ترجع سيب ايدك ورايح ظهرك واتفرج هنعمل ايه. ما رجعتش يعني؟ وصلني من شندي ده حصل يا سيد. حصل يا معلم، بس قبل ما دماغك توديك وتسيبك اسمع مني الكلمتين الاول. ما بقاش فيها سامع يا ابن جلال. انا سبقت معاك بالخير وانت بدل ما تقدرني لعبت من ورا ظهري وحطيت ايدك على بضاعه مش ملكك. سربعت اللسان بتجيب الغلط يا معلم. تعال شوف الاول بعد كده نتكلم. تعال. البضاعه بتاعتك في الحفظ والصون، ما انش عليا اخلع بنصيبي لوحدي. الله، كان لازمته ايه تعمل ده من الاول؟ ما خلصنيش ارجع في كلامك معايا. اسمع يا سيد، انا ما رجعنيش غير خوفي عليك، كنت عايزك تكن وتخفى وفطمتك على اللي فيها. وانا قلت لك ما تقلقش عليا، تعالى بقى اركب معايا نتكلم كلمتين في الهادي. بخصوص ايه؟ تعالى بس يلا. ماشي يا سيد، لما نسمع اخر كلامك. يا معلم فودة، وش عاجبك ولا ايه؟ بحاول اقراك بس مغبشه. انت ليه هتغاوي الصحابه بيني وبينك؟ ماشي يا سيدي، انا سهل عليك، انا هحلك من حق البضاعه خالص، ايه رايك؟ لو ازاي يعني؟ هتاكلها كلها لوحدك؟ عيب عليك يا سيدي المعلمين، انا حقي خدته، حق البلد بقى، اصل مصر دي غلبانه قوي يا معلم. يعني في ايه؟ فادي النيل على حصنة. العجل ريح، ثانية واحدة، هصحيه واجي لك على طول. سيد، سيد. أهلا يا معلم فودة، ومنورنا بنفسك. أهلا، أهلا يا باشا. الحملة دي على إيه ولا مؤاخذة؟ رحب بيا نبيل. يا ألف مرحبا يا معلم، سؤال رفيع كده، هي العربية دي مترخصة قوي ولا عادي؟ قليلة، هتنسى نفسك ولا ايه؟ اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ده احنا ليلتنا بيضة على بن. خالص الكلب، تعمل معايا كده بعد ما عفت عنك ازاي؟ عشان طول عمرك واطي وبتعض في الايد اللي بتقابلك في سكتك وبتاكلها، وعشان كده ليلتك سود عشان وقعت معايا. يلا بينا، يلا. اتفضل يا باشا.